عسلم. السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. نواصل الحديث اليوم على قثم ابن عبد اللات أو ما سمي لاحقا بمحمد ابن عبد الله. وهنا نركز أن كلمة عبد الله ليس اختراع إسلامي، بل لو نعود إلى كتب التاريخ نجد أن تسمية عبد الله تعود إلى المسيح، هما أول من استعملوا هذه الكلمة في الشرق الأوسط وفي منطقة سوريا، وتنجموا ترجعوا للمصادر وتتأكدوا من هذا الشيء. باهي، احنا توقلنا اللي محمد كان مجهول الأب، ولكن المسلمون بعد موته وبعد عدة أجيال ادعوا انه يتيم الأب وان ابوه عبد اللات او عبد الله. وعرفنا ان هذا وقتها تولد، يعني محمد وقتها تولد، امه ما رضعتوش، وكان معناتها معروض بش على اساس شكون يهز يرضعه من البدو الاعراب. ونعرفوا كيفاش جات المرضعات الكل، حتى واحدة ما حبتش تاخده على خاطر حسب ما يقول المصدر الإسلامي أنه يتيم، ولكن لا، على خاطر مجهول الأب. وخذته حليمة السعدية، وعرفنا القصة في الفيديو اللي قبل هذه، وكيفاش من بعد رجعته لأمه بعد حادثة التعدي الذي تعرض له محمد، أو ما يدعي المسلمين أنه شق الصدر، وهي خرافة ليس لها أي أساس من الصحة، أو شق البطن في بعض الروايات. ورفضت أم آمنة أخذه، وتمت إعادته إلى حليمة، وهناك تعلم رعاية الغنم وكبر حتى وصل الحدود 5-6 سنوات، ثم سلمته الأم وأمه هزته المدينة، وفي طريق عودتها ماتت. هنا نتسائل، هذا محمد أو قتم إنسان منحوس ولا شنو؟ يعني كي تجي تشوف من الأول، من قبل ما يتولد ونسمعه كان بالموت، من عبد المطلب، من المطلب، من هاشم، من كلهم، معناتها كما قلت لكم عبارة على منحوس. إنسان بقى احنا ما نمنوش بالنحس، شيء طبيعي، احنا لا دينيين ما نمنوش بالنحس، ولكن المسألة فيها إن فهمت، يعني حتى فيما بعض يقال إن آمنة تم قتلها، ومعنتها العملية معنتها بتاع آمنة تم قتلها، كما عبد الله تم قتله، كما هاشم تم قتله، كما المطلب تم قتله. أنا أتصور هذه المسألة عملية القتل معنتها موجودة في ذلك الوقت بالسم وبطريقة غير معروفة، وهذه مش حاجة جديدة في الوضع هذاك، ونعرف اللي احنا في الاخر حتى محمد تم قتله. المهم، بعد لما ماتت امه آمنة، امه اكيد هذيك امه، وهو عمره 6 سنوات، يعني 6 سنوات عايش من بين الفقر والحرمان في البادية، معناتها انسان راعي غنم ليس له اي قيمة. نلقاها حتى في القرآن، معناتها نلقاها معناتها يقول مثلا، ديما نقول لكم ارجعوا للقرآن تلقاو ياسر حقائق، فهمت؟ ألم يجدك يتيما فآوى، أو لم يجدك معناتها لم يجدك يتيما فآوى، معناتها الآية القرآنية، ومتاع معناتها فقير فأغنى، يعني كان إنسان فقير، يعني هذه معناتها مسألة واضحة أن محمد إنسان ماهوش غني وما عنده حتى مورد رزق. في 6 سنين اخذاه عبد المطلب اللي هو جده وكفله، وبعد لأمه ماتت، واحنا نعرف وتتقدم قضية وقتها قدمته أمه للمرضعات، فما رواية بهي ماهيش صحيحة، قال لك اللي معناتها أمه ما نجمتش ترضعه، يا أخي عبد المطلب حطوا على البزولة متاعه ورضعوا من البزولة متاعه، يعني هذه خرافة، شيء طبيعي ما موجودة في الكتب الإسلامية أن عبد المطلب رضع محمد
حبر ما تولد، يعني هذه من الخرافات اللي تضحك. المهم يعني امه اللي هي امراه ما نجمتش ترضعه، ورضعوا جده. ونعرفوا كما قلت لكم فما خلافات موجود بين عبد المطلب وبين آمنة. ما نحبش ندخل في التفاصيل نتاعها، ما تلقاها في المصادر اللي فما معناتها شوية تشاحن من بيناتهم. المهم يمكن تكون معناتها قتلت آمنة وخذا عبد المطلب كفالة محمد وتلهى بيه. ونعرفوا اللي احنا معناتها الفرع نتاع هذه العائلة اللي تربى فيها محمد عائلة كانت تنكر عبادة الأوثان، وكانت عندها وجهة نظر خاصة تزيد نعرفها، وقريبة جدا جدا من النصرانية كما نشوفهم بعد أبا طالب أو أبو طالب اللي هو خو عبد الله أو عبد اللات خوه، يعني شقيقه من أمه وأبوه اللي بشيك في محمد بعد ما مات عبد المطلب. عبد المطلب معناتها بقى كافل محمد عامين برك، من 6 سنين 8 سنين مات عبد المطلب مرة أخرى. هذا الإنسان منحوس اللي يقرب له يموت. المهم شد خذاه الكفالة متاعه يعني بعد موت عبد المطلب، خاطر أبا طالب هو اللي خذا السقاية والاهتمام بالحجاج في بلاصة أبوه عبد المطلب، ومنهم خذا محمد باش يكفلوا وباش يتلهى بيه. من هنا محمد بدا يدخل في عمل التجارة، فهمت؟ بدا يدخل في عمل التجارة مع أبو طالب هذا عمه، وتروي المصادر الإسلامية أنه مرة خرجوا معاه يا أخي هبط في دير بحيرة. وهنا نتساءلوا هل نزوله في الدير كان صدفة؟ لا، لأن أبا طالب كان عنده توجهات نصرانية، وكان المد النصراني في الجزيرة العربية معروف ويتكاثر في تلك الفترة، واسم دجا محمد، اسم محمد هو اسم نصراني والمقصود به الحمد، فهمت؟ يعني حمد الإله. وذاك علاش نرجعوا حتى للمصادر الإسلامية باش نزيدوا نأكدوا على أن محمد ما كانش اسمه محمد. يقال أن محمد عندما بعث عق، فهمت؟ يعني عمل عقيقة، ونعرفوا احنا العقيقة تعمل لتبديل الاسم، فهمت؟ ونعرفوا اللي فما ياسر اشخاص قبل محمد سماه محمد، ذكرناهم في الفيديو الاولى، وفما اكثرهم نصارى وهو اسم نصراني. هنا باش نشوفوا معناتها القرب النصراني لمحمد. المهم وتنزل عند بحيرة، بحيرة قال له رجعوا لا يقتلوه الروم، يعني هنا تحذير واضح ومعناتها كل شيء منظم، كما عملية لوبي موجودة ونلقاها حتى في الوقت الحاضر توا، عملية اللوبي من أجل جعل خلق شخصية. بالنسبة لي أنا محمد إنسان لا ديني، وتم تكوينه واستغلاله من أجل القضاء أو الخلق ما يسمى بدين جديد في الجزيرة العربية. شنو كان الهدف؟ فما كانت عدة أهداف، منها توحيد العرب، وهي المحاولات التي وقعت من عهد امرؤ القيس، ووجدوا ان لا يمكن ان توحد العرب بدون دين، لانها الفرس كانوا موحدين بالزردشتيه، والبيزنطيين والرومان كانوا موحدين بالمسيحيه، وكانت جزيره العرب منطقه حره خليطه من الاديان والمعتقدات والعادات والتقاليد. وكان التحذير من اجل، وانا نتصور اللي كان وراء هذا التحذير هم جماعة من اليهود الذي تنصروا، ومع نصرانيين أصبحوا، لازم نفرقهم بين النصرانية والمسيحية. النصرانية ليس لها أي علاقة بالمسيحية، النصرانية هي دين صحيح معناتها يمتد من المسيحية، ولكن مجسم. ومن هنا نفهم قرب الفكر التجسيمي اللي كان موجود عند المسلمين في الأول، وخاصة نجده الآن عند الوهابية، وهو التسجيد وفكرة العرش والجلوس على العرش، وهذه كل الأفكار موجودة. نعرف اللي احنا مكة كانت خليط من الأديان، وكانت حتى صورة المسيح وصورة مريم وصورة موسى وصورة أسماء الملائكة كانت موجودة. وكان محمد صحيح كان يخرج في بعض التجارات للشام مع عمه عبد الله أبو طالب، ولكن
كان في غير تلك الأوقات يقوم بالتجارة في سوق عكاظة، وكان يشتري ويبيع وفي نفس الوقت يرعى الغنم. يعني كانت عنده عدة مشاغل، يعني وفي نفس الوقت كان قريب جدا من ورقة بن نوفل، حتى إن فما روايات تقول إن كانوا عندما يبحثوا عليه ما يلقاوش نهارين ثلاثة يلقاوه عند ورقة بن نوفل. صحيح هو كان يقوم ببعض التجارة وكان يقوم ببعض الأعمال، لكن كان عنده رغبة كبيرة باش يتعرف على المعتقدات وعلى الديانات، خاصة إنه تولد يعني في عائلة نجم نقولوا عائلة نصرانية، ولقى قومه يعبدون الأوثان وشاف مكة وشاف الكعبة وبدأ يتساءل سؤالات في ذلك الوقت، معناتها عادية ومعروفة. نعرف اللي محمد في حدود قلت لكم 9 12 سنة بدأ بالتجارة، وكان يتاجر مع عمه اللي هو شقيق اللي هو أخوه الحقيقي متاع المدعي أبوه يعني عبد الله، وكان يمشي معناتها في التجارة معاه، وكان يتعرف على الشعوب الأخرى والشام ويشوف التقاليد والعادات، ومعناتها ماهوش إنسان نجم نقولوا احنا منغلق على نفسه. أكيد محمد كان إنسان عنده معناتها سرعة الملاحظة، معناتها كما نقول دقة الملاحظة وقوة الذاكرة باش يتعلم هذاك الشيء كله. المهم قلنا بعد لمات عمه عبد المطلب، خذاه عمه وبدأ يشتغل في التجارة من بين 9 و 12 سنة، وواصل في التجارة إلى سن 15 سنة. 15 سنة وقعت ما يسمى بحرب الفجار، وهي بين قريش وقبيلة أخرى عربية، ودامت هذه المعركة 4 سنوات. وكان محمد على حسب الروايات كان يجمع السهام، وكان يقال أنه كان يرمي بالسهام، وانتهت هذه المعركة يعني الحرب التي تامت 4 سنوات، وكانوا وسميت بحرب الفجار لأنها وقعت في الأشهر الحرم. وهنا نوريه اللي الأشهر الحرم هي عادة قبل الإسلام، وهكاك معناتها تفهموا اللي الإسلام ما هو إلا صناعة عربية 100% وليس لها أي أساس، معناتها أنها وحي. ونجم نقول اللي محمد هو كان أول الكفار أو أول اللادينيين أو كان أول الملحدين العرب، وكان معناتها فهم اللي اليهودية غالطة واللي المسيحية غالطة واللي الأوثان غالطة. هذاك علاش قال ما دام هم الكل غالطين أنا خنصنا حاجة أخرى تناسب الوقت متاعي، وتناسب مش هو زاد وحده وإنما اللي حوله، كيما ورقة بن نوفل وكيما جداده وكيما معناتها جدوده حتى من قبل اللي خذاه. معناتها تعرفوا القصة، واحد قالها لي قال لي علاش ما ذكرتش مسألة معناتها الشراء مفاتيح الكعبة، يعني ما كانتش وراثة هي في الحقيقة، مثلا أهل بنو هاشم أو ما كانتش معناتها وراثة ورثوها، وإنما اشتروها وجعلوا معناتها هذيك السقاية والاهتمام بالحجاج معناتها من جدود محمد، يعني ما يسمى احنا نسميها هوني معناتها الصراع من أجل السلطة، أو من أجل السلطة ومن أجل يكون عنده الإنسان معناتها العائلة تكون لها دخل. ودي نجدوها حتى اليوم أنها العائلات في بعض الأحيان تقوم بعمليات شراء لبعض الأشياء لكي تكون لها سلطة ويكون لها نفوذ على الشعوب أو على القبائل. المهم نعرف قضية مثلا اللي وقعت زاد اللي ذكروها متاع حرق الكعبة، أنها أحد الكهان كان يبخر في الكعبة انطلقت شرارة فحرقت الكعبة فتم تهديمها، ويقال أن محمد هو اللي تخل على أساس أنها صادق الأمين، وكل هذه مفبركة تجدد من بعد. قصص هذه كلها تألفت وتحضرت من بعد موت محمد، بعد لمات محمد. المهم التاريخ شو كيفاش معناتها غير واضح، يعني يذكر لنا معناتها وتجي نقل القرآن يقول لك معناتها كان يتيم فأغنى، وكان يتيما فآوى، وكان فقيرا معناتها فأغنى. يعني إنسان بالشخصية هذه ما عنده حتى قيمة، ما نتصورش لأي إنسان في ذلك الوقت كان اهتم بحياته ولا اهتم باللي يعمل فيه، معناتها إنسان عادي جدا. المهم احنا نواصلوا الحديث في هذا المجال، ان محمد كان انسان
جدا عادي، حتى ان في القران القوي يقولوا علاش ما بعثش وهو ادعى النبوه، قالوا علاش الله هذا ما بعثش مثلا الرساله نتاعو في عبد مهم في قريش، شبيه بعث في انسان ما عنده حتى قيمه. وبالفعل يعني هو وقتها اجهر بالرساله نتاعو، تنشوفوها من بعد. احنا الان باش نحاولوا نتوقفوا حول الفتره هذه ال 25 سنه من حياه محمد، كيفاش عاشها من بين التجارة، من بين رعاية الغنم، من بين اللقاء مع ورقة بن نوفل، من بين معناتها ما كانش إنسان معناتها كيما نقولوا احنا الأطفال العاديين اللي يلعبوا وما يهمهم في حد شيء، بل كان إنسان مهتم بقومه، وهذه معناتها حقيقة لازمنا نعرفوها. معناتها شنو نقصد مع مهتم بقومه؟ يعني تبع جاته كأي إنسان معناتها في عمره، منبوذ مقهور ماهوش كالعباد، إذا يلتجأ إلى معرفة المعتقدات وإلى التساؤل والبحث والتفكير، وخاصة إن الدايرين به الكل معناتها مسيح، والمجتمع متاعه هو مجتمع نجم نقوله من عبادة الأوثان، وكان قربه من ورقة بن نوفل له تأثير كبير، هذا اليهودي الذي تنصر ويقول معناتها أنه ولى حنفيا من بعد يعني على ديانة إبراهيم، وهو اللي ترجم التوراة والإنجيل للعربية، هو أول من ترجم التوراة والإنجيل للعربية، وهذه نلقاوها في الكتب التاريخية. هنا حبيت نقول يا أيها معناتها المسلمون، ننصحكم خاصة الشباب منكم، إنكم تعاودوا تقرأوا التاريخ بطريقة عقلانية، بعيد على القراءة الاسترسالية من أجل التكرار مثل الببغاء، خاطر أكثرهم حتى وقت يقرأ حديث ما يحاولش يفهمه، يعاودوا كي الببغاء، ولا وقت يقرأ التاريخ يسردوا السرد بدون تفكير وبدون أي بحث وتعمق، لأن التاريخ موجود، التاريخ الإسلامي الذي كتب بعد 100 أو 200 سنة من موت محمد هو تاريخ مفبرك 100%، وإن الهدف متاعه جعل محمد شخصية عظيمة وشخصية لها قدر وقيمة، وشخصية يعني تناسب الفكرة الذي يدعى عليه الإسلام، إن محمد إنسان معصوم مرسل وآخر الرسل. وفكرة آخر الرسل هي في الحقيقة فكرة تدل على أن محمد بالفعل كان إنسان ملحد بالديانات التي كانت موجودة في عصره، يعني كان لا ديني، كان لا يؤمن لا بالمسيحية ولا باليهودية ولا بالمشركين ولا بعبادة الأصنام. تكونت عنده فكرة لا دينية قوية، وانطلاق من هذه الفكرة اللادينية فكر، وفي ذلك الوقت منذ 1400 سنة فكر جيد، يعني فكر بالكداء، وقال انا عندي حلين. وهذه المشكله حتى تطرح حل عند اللادينيين، تو نتناقشوها على الفورومات ونقولوا علاش ما نخترعوش دين جديد، فهمت؟ ومحمد كان عرف اللي وقتها البشريه وصلت درجه من الوعي ان ما عادش تؤمن بالاديان، هذاك علاش جعل روحه هو اخر الاديان، على خاطر كان يعرف اللي بعده العباد ما عادش باش تصدق، اللي باش تصدق الاديان هو ما كونش العباد اللي ما عندهمش حتى مستوى وما عندهمش حتى وعي. من هنا ذاك علاش انا نقول ان محمد اول اللادينيين، لانه كفر بقومه وكفر بالديانات الذي موجوده في عصره، ولكن وجد نفسه امام خيارين، يا اما ان يعلن انه لا دين له وانه يكفر بكل الديانات، ففي ذلك الحاله سوف يعيش ويموت وليس له تكون ايه له اي قيمه، او ان يبني دين جديد يكون على حسب معتقداته وعلى حسب ظروفه وعلى حسب أوضاعه. نعرف اللي محمد في الفترة هذه معناتها في الفترة اللي قبل المدينة كان شخص آخر يختلف كليا، وانا معناتها للصدق وللموضوعية محمد كان إنسان مسالم في البداية، وكان متأثر بالفكر النصراني، واحنا نعرف ان النصر الفكر النصراني يقول لك انا هضربك واحد على خدك اليمين اعطيه خدك اليسار، وكان متأثر بفكرة عيسى وفكرة انه ابن الله، وكان يحب يطرح روحه هو الله نفسه، مع التوالية طبعا نشوفوها وقت نكملوا الفيديوهات هذه. على كل حال هنا حبيت نقول لكم حاجة، احنا توا وصلنا
ال25 سنة من حياة محمد، يعني قبل زواجه من خديجة، وخديجة طبعا نعرفوا اللي هي نصرانية. في الحقيقة من بين 25 سنة و40 سنة إلى البعثة لم يحدث شيء مهم في حياة محمد، غير أنه تزوج بخديجة، وكان ملازم لورق بن نوفل اللي هي هو قريب الخديجة وقريبها. وتنرجعوا في الفيديو الجاية باش نحكيو على الفترة هذه نتاع 15 سنة، وكيف تم زواج محمد بخديجة. وفي الحقيقة محمد لم يتزوج على خديجة لأنه كان نصرانيا وكان يؤمن بالنصرانية، والنصرانية هي تعود إلى مدينة الناصرة، وهم نوعا من المسيح المجسدين الذين لهم فكر خاص عن المسيحية، والذي يتكلم عنهم القرآن وقت يقول اتخذوا معناتها المسيح عيسى ابن مريم معناتها إله من دون الله وأمه. هذا فكر نصراني 100%، وهنا يدل أن محمد ما كانش عنده علم بالمسيحية اللي موجودة عند الرومان وعند البيزنطيين، وكان الاطلاع متاعه على المسيح اللي على النصرانيين اللي موجودين في الجزيرة العرب واللي موجودين في سوريا في المناطق هذيك متاعه. يعني هذا مش يوريك اللي معناتها ما كانش عنده معرفة بالفكر المسيحي إلا من خلال البيئة متاعه والتربية متاعه والتكوين متاعه اللي تم تكوينه. وكما قلت لكم كانت الأسماء متاع الملائكة على الكعبة، وكان ورقة بن نوفل معناتها يقرأ ويكتب ويترجم، يعني كان قريب ليه. وتنرجعوا لقصة زواجه من خديجة وكيف بدأت فكرة الوحي أو ما يسمى بالرسالة. أنا على حسب رأيي أن محمد إلى 25 سنة لم يكن شيئا مذكورا، يعني إنسان مجهول الأب، تولد، أعطته أمه لوحته عند مرضعة، رضعته، وقع عملية اغتصاب ورجعته، وأمه ما حبتش تقبله عاودت رجعته للمرضعة. المرضعة بقى حتى 5 6 سنين، 5 6 سنين خذته أمه باش تربيه، يا أخي تم قتلها ولا ماتت في المدينة، خذاه جده عبد المطلب رباه عامين مات، خذاه عمه خو أبوه الذي يدعى أنه خو أبوه عبد الله أو عبد الله، خذاه ورباه. ومن غاديك بدا تحذيره، أنا أظن بدا تحذيره من 8 9 سنوات بدا تحذيره، ولكن فكرة أنه يكون رسول لم تبدأ إلا بعد زواجه من خديجة على أساس أنه رسول. وهو إلى هذه الساعة عنده اسم هو قثم، ما عندوش اسم محمد، وإنما محمد تمت معناتها تسميته محمد بعد البعثة. ونرجع للمصادر نلقاه إنه بعد أن بعث عق، ونظن هذه الفكرة هي خديجة اللي جابتها له ولا ورقة بن نوفل اللي جابها له فكرة محمد، لأن فما في النصرانية وقتها تبشير، حتى ما تنجو نشوفه في القرآن معناتها إن عيسى يبشر بنبي من بعده اسمه أحمد. يعني نتصور يعني ان التحذير لرسالة محمد كانت بداية من زواجه من خديجة، وتم التحذير لهذاك الشيء واقناعه بهذه الفكرة على اساس انه يجيب. وهذوما كلهم في الحقيقة كانوا يهود وتنصروا من بعد ولو تحنفوا، هم في الحقيقة اصلهم ملحدين او لا دينيين، فهمت؟ ولقاوا الفكرة هذه انه يجعلوا من محمد نبي يجيب فكر جديد يوحد القبائل العربية ويوحد العرب ويجعل من العرب أمة توازي الفرس والروم، وهو فكر قومي 100%. وأرجوكم أن تكونوا معناتها فهمتوا الفكرة هذه، وراهو الفيديوهات أنا باش نحاول معناتها نسرع في قصة محمد، يعني هذه الفيديو والفيديوهات الجاية حتى لين نتكلموا على البعثة، ومن بعد نوقفوا على حياة محمد ونحكيه ونرجعوا نحكيه على الإسلام، ونخلط من بين حياة محمد ومن بين الإسلام، ونحاولوا باش نفهموا كيفاش أن هذا الإسلام هو صناعة عربية 100% وقعت منذ 1400 سنة من شخص اسمه محمد تم اختياره من طرف مجموعة من الذي حوله من النصارى من اللادينيين الذين عرفوا اللي هذه كذبة في كذبة، وذاك علاش جعلوا الإسلام هو آخر الأديان، لأنهم يعرفوا حتى ما عادش يصدق بحكاية الدين وحكاية هذه الخرافات، أن الله يبعث رسل وأن الله
فهمت، يأمرنا باش نعمل كذا وكذا. إنما الإنسان هو سيد نفسه، وديما نقول حتى حد ما رب حد، كل واحد رب روحه. وبالسلامة، ومع فيديو قادم، وبالسلامة.